خبرنا الآخر مشاهدينا حول صفقة فساد جديدة كشفت عنها هيئة النزاهة، حيث ضبطت العقود والمستندات الخاصة بقيام وزارة الصحة بشراء كميات كبيرة من جهاز ماسك سباب، وهو قناع وجه صيني المنشأ، وبينت أن قيمة تلك الكميات بلغت 24 مليون و50 ألف دولار، وهذا مبلغ كبير جدا. ورد على الموضوع عضو لجنة الصحة والبيئة ماجد شنغالي مغردا أن ما خفي أعظم من عقود أخرى، متسائلا أين دور لجنة الصحة من هكذا عقود فيها هدر للمال العام. وثم في نهاية التغريدة شكى شنغالي تعطيل لجنته عن العمل الرقابي والتشريعي، وذلك بسبب تعليق جلسات مجلس النواب. وأيضا بررت وزارة الصحة مشاهدينا هذه العقود والكميات الكبيرة للأقنعة بأنها تجهيز لحالات الطوارئ. نشوف أهم التعليقات أو التغريدات على هذا الموضوع. طبعا هذه تغريدة الدكتور علي تقول 24 مليون دولار، أي ما يقارب 35 مليار دينار هدر في المال العام في ثلاثة عقود لشراء أقنعة من قبل شركة كيماديا، وهو القناع CRP أثناء جائحة كوفيد-19، وما خفي من العقود أعظم بكثير. أين لجنة الصحة والبيئة من هذه العقود؟ للعلم أنا عضو في اللجنة المعطلة عن العمل الرقابي والتشريعي. وأيضا نأخذ تعليق أو تغريدة أخرى. التعليق يقول: سيادة النائب، هذه العقود وغيرها من العقود مسؤول عنها الوزير التابع للحزب أو الجهة التي كانت معكم في إنقاذ وطن وتريد الإصلاح، وبعد أن وبعد يم الله الوضع وزارة الصحة. وتعليق أخي المشاهدين على هذا الخبر المتداول، التعليق يقول: لعد هو الإصلاح مثلا شلونه، وشنو مقدماته، وشنو أسسه وأدواته. هذا نموذج من شلة المصلحين التي أو الذين صدعوا بها رؤوسنا وعطلوا البلاد والعباد.